السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة نقاش جديدة بالتعاون مع مؤسسة كروسريف. هذه الحلقة إن شاء الله في هذا اليوم ستكون بعنوان تسجيل المحتوى مع كروسريف أو Content Registration with كروسريف. بإذن الله نبدأ في خلال دقيقتين من الآن، في انتظار بس الإخوة الذين سجلوا يقوموا بالحضور، وبإذن الله نبدأ في خلال دقيقتين من الآن. إن شاء الله نبدأ في خلال دقيقة من الآن، نحن في انتظار الإخوة الذين سجلوا يقوموا بالحضور، فإن شاء الله الساعة 2:02 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة سوف نبدأ هذه حلقة النقاش بعنوان تسجيل المحتوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة النقاش جديدة مع مؤسسة كروسريف بعنوان تسجيل المحتوى مع كروسريف. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد مصطفى، Publishing Editor في شركة نولجي، وهي شركة مقرها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا أيضا أعمل سفير لمؤسسة كروسريف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومعنا ايضا من مؤسسه كروسريف من المملكه المتحده فانيسا كوميونيتي اوتريتش مانجر، وايضا بول ديفيس تكنيكال سبورت سبيشالست. ان شاء الله هيكونوا متواجدين معنا اليوم في حاله السبورت لاي اسئله خاصه بالدعم الفني، هيساعدونا ان شاء الله في الرد على الاسئله والاستفسارات من حضراتكم بخصوص خدمه تسجيل المحتوى مع كروسريف. قبل ما نبدا باذن الله في بس ملاحظتين بسرعه جدا. اول ملاحظه، في حاله وجود اي اسئله يفضل كتابتها في الشق الخاص الكيو اند اي بوكس، فلو عند حضرتك اي استفسار او اي سؤال ممكن حضرتك تكتبه او تسجله في هذا الشق من زوم، وما تكتبوش في الشق الخاص بالتشات لانه بيكون صعب جدا ان عمليه التراكنج، فممكن اي سؤال يتم تخصيصه في الشق الخاص بالكيو اند اي بوكس. الشق الاخر او النقطه الاخرى ان شاء الله ريكوردينج لكل هذا الويبينار بالاضافه الى السلايدز او المواد التي سيتم تقديمها سيتم مشاركتها ان شاء الله في الفولو اب ايميل او في الايميل الذي ستقوم مؤسسه كروسريف بارساله، فما فيش اي قلق بخصوص الريكوردينج او التسجيل او الحلقات الخاصه التي سنقوم بعرضها اليوم باذن الله. في البدايه ان شاء الله الثيم او الشعار الخاص بهذه الحلقه هو ان كروسريف او كمؤسسه كروسريف هي اكثر من مجرد مؤسسه لتسجيل الدو ايز او المعرفات الرقميه زي ما هنشوف. في البدايه عشان نتعرف على شكل الدي او اي بيتكون من ثلاثه اجزاء مهمه جدا، الشق الاول منه هو البريفكس او بنسميها باللغه العربيه البادئه، يمكن استخدام هذه البادئه مرة واحدة لكل المحتوى. أنت كناشر عندما تنضم أو تقدم طلب بالانضمام لمؤسسة كروسريف بتحصل على بادئة واحدة، ويمكن تحت مظلة هذه البادئة تضم مجموعة مختلفة من الدوريات الخاصة بك، ولا يوجد أي حد أقصى لإصدار المعرفات الرقمية أو DOIs Digital Object Identifiers، وأيضا لا يوجد حد أدنى مطلوب منها. هذا الشكل أو هذه الأمثلة باللون الأحمر تمثل مجموعة من البوادئ لناشرين مختلفين. المعرفات الثابتة أو Digital Object Identifiers DOIs التي تقدمها مؤسسة كروسريف زي ما قلنا في البداية تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية. الشق اللي باللون الأحمر هو دليل DOI، وهذا المعرف الذي يقوم بجعل DOI قابل للتنفيذ، وهو الشق الخاص بDOI.org. بعد كده عندنا الشق الآخر اللون الأزرق اللي هو على سبيل المثال في المثال اللي معانا اليوم اللي هو 10.1006، وده بنسميه البادئة، وده اللي تقوم بتحديده مؤسسة كروسريف بعد انضمامك ليها، بتقوم بعملية
الصين او ايداع هذا الرقم او هذه الباديه الخاصه بك. الشق الثالث الذي تقوم انت بتحديده هو الشق الذي نسميه اللاحقه، وهو الشق الممثل باللون الاصفر امامنا. اللون الاصفر امامنا بيمثل اللاحقه التي يقوم بتحديدها الناشر، سواء الناشر هذا كان ناشر محترف او كان دار نشر جامعيه او اي عضو في المؤسسه. اجمالي المعرف او هذا الرابط الذي امامنا او الدي واي لينك دائما بيشير الى العنوان المسجل تحديد او العنوان المراد تسجيله في او تحديد دي واي خاص له. صفات عامه عن الدي واي سافكس او الدي واي الرمز اللاحق في المعرف الدي واي الذي تقوم انت كناشر بتحديده، انه يجب ان يكون متسق، يجب ان يكون بسيط، وايضا يجب ان يكون قصير. والشق المهم ايضا او من المهم ذكره هنا ان هذا الرمز اللاحق في المعرف ليس الغرض منه على الاطلاق ان تقوم بقراءته، يعني ليس مطلوب منك ان تقوم باستخدام لاحقه تسهل او تساعد على القراءه. هو عباره عن اي دي، هنشوف دلوقتي مجموعه من الامثله، هو عباره عن ارقام، ممكن يكون عباره عن ابريفيشن مع ارتكل اي دي. فانت كناشر او انت كمحرر مجله ومسؤول عن مجله تقوم بتحديد الشكل الخاص بالرمز اللاحق الخاص بك. ارشادات عرض هذه المعرفات من مؤسسه كروسريف انها لابد ان يتم عرضها دائما كرابط متكامل. مثال لافضل الطرق وصياغه عرض المعرف هو المثال اللي باللون الازرق معانا. طبعا هذه المعرفات ننصح دائما بالحاقها في ملفات البي دي اف وملفات الاتش تي ام ال الخاصه بك كناشر. في هذا المثال اللي معانا عندنا الشق الاول اللي هو https://dui.org، وهو الشق الذي تحدثنا عنه ان هو المسؤول عن عمليه اللينكينج او الربط. وعندنا الشق الاخر اللي هو 10.1629، وهو الشق الذي تقوم مؤسسة كروسريف بإيداعه لك كعضو في المؤسسة. والشق الثالث أو الأخير هو الشق الذي يقوم الناشر أو دار النشر الجامعية بتعيينه، وهو الشق اللي في هذا المثال هو عبارة عن رقم 22161. بعض الناشرين ممكن يلحق أيضا بهذا الرقم دوت الأبريفيشن الخاص بالدورية. فهناك عدة طرق مختلفة، ولكن كمؤسسة كروسريف بتنصح دائما باتباع هذا الشكل المبسط. التصميم القديم ايضا من المهم ذكر هذه الملاحظه، ان التصميم القديم كان يحتوي على الشق الخاص ب dx.dy.org، ولكن تم حذف الشق الخاص ب dx فيصبح الان الشكل النهائي dy.org بشكل مباشر من غير الشق الخاص ب dx. صفحه الاستقبال او اللاندنج، لو في اي اسئله زي ما ذكرنا في المقدمه يمكن كتابتها مباشره في الشق الخاص بالكيو اند اي بوكس بديلا عن الشات، لان الاسئله يمكن تراكنج ليها بشكل اسهل في الكيو اند اي بوكس. صفحه الاستقبال الخاصه بك كناشر هي عباره عن الصفحه التي تقوم ملفات او تقوم المعرفات الدي يو اي بعمل ريدايركت او عمليه اعاده تحويل ليها، وهي صفحه مبسطه بيتم عرضها على هيئه رابط كامل، وايضا بتسهل الوصول للمحتوى الكامل او النص الكامل للمحتوى الخاص بك، وهي صفحه تقوم انت كناشر بالتحكم بها بشكل كامل 100%، لانها صفحه من المنوط بها ان تكون تحت منصه النشر الخاصه بك. ما الذي يمكن ان تسجله كناشر بالدي او ايز او تستخدمه للدي او ايز؟ يمكن ان تسجلها مع الدوريات، يمكن ان تسجلها مع الكتب، يمكن تسجلها ايضا مع فصول من الكتب او البوك شابترز، الكونفرنس بروسيدنج ايضا ممكن تسجلها مع قواعد البيانات او الثيسز والاطروحات، رسائل الماجستير والدكتوراه، تقارير الصناعيه، المعايير. وفي المؤخر بدا حصل ترند او اتجاه جديد لتسجيل ايضا البير ريفيو ريبورتس او مراجعه الاقران يتم ايداع معرفات لها. البيانات الوصفيه او الميتا ديتا، وهي احد اهم العناصر اللي هنتكلم عليها اليوم. البيانات الوصفيه باختصار لها شق اساسي او شق بيزك بنسميه، بيتضمن اسماء المؤلفين، ارقام اوركيد اي ديز او معرفات اوركيد اي ديز الخاصه بالمؤلفين، الانتماءات او الانتسابات، العناوين الاكاديميه للمؤلفين، عنوان هذه المقاله التي تريد تسجيلها، الاي اس اس ان او الاي اس بي ان الخاص بالدوريه التي تريد التسجيل فيها، ورقم المجلد او بنسميه باللغه الانجليزيه الفوليوم نمبر والايشو نمبر، وارقام رقم العدد، تواريخ النشر، تاريخ استلام البحث، تاريخ المراجعه، تاريخ النهائي للموافقه، التاريخ النهائي الذي تمت فيه عمليه النشر. هذه البيانات الوصفيه
الأساسية، وهناك أيضا شق آخر من البيانات الوصفية الأخرى أو ما نسميه مور ميتا داتا، ويتضمن قوائم المراجع أو الريفرنس ليست الخاصة بك، بيتدون الريفرنس أو الفندنج انفورميشن، معلومات التمويل الخاصة بالمقالة، الأوركيد أي ديز أو بيانات الترخيص واللايسنس، أرقام التجارب السريرية الكلينيكال ترايلز لو في أي أرقام في حالة حدوث أي أخطاء أو تراجع أو تحديثات، أيضا من خلال خدمات كروس ريف. فضمك كناشر لهذه البيانات الأساسية أو البيانات الوصفية ده عامل مهم جدا، وكلما زادت أو أضفت بيانات وصفية أكثر ده يساعد في اكتشاف وسرعة اكتشاف المحتوى وجودة المحتوى الذي تقدمه. طرق إيداع البيانات الوصفية أو الطرق المختلفة التي يمكنك كناشر أن تقوم بإيداع البيانات الوصفية من خلالها، الطريقة الأولى هي تحميل ملف XML عن طريق أن تقوم بالولوج أو الدخول على هذا الرابط doi.crossref.org، وتقوم من خلال هذا الرابط بتحميل ملف XML وإيداعه في المؤسسة، وهنشوف إزاي في السلايدز القادمة. نموذج الإيداع اليدوي على الويب عن طريق الرابط الموجود أمامنا الويب ديبوزيت، وهناك أيضا طريقة أخرى في حالة استخدامك لنظام المجلات الذي تعمل بوصول المجال الدوريات المفتوحة الأوبن جورنال سيستم، فيمكنك أيضا استخدام التكنولوجيا التي توفرها هذا النطاق حتى تقوم بتسجيل وإيداع البيانات الوصفية الخاصة بك. هناك أصلا شق أو برنامج جديد أيضا قدمته المؤسسة في العام الماضي يسمى ميتا ديتا مانجر، ومن خلال هذا البرنامج يمكنك من إيداع البيانات الوصفية الخاصة بك. في أول طريقة أو أول الطرق وهي إنشاء XML، وهذه الطريقة الإخوة الذين يعملون في فرق الدعم الفني أكيد على دراية بها، يمكنك عند الولوج إلى موقع الخاص doi.crossref.org، هناك something أو شيء يسمى crossref schema الذي تحتوي على تفاصيل فنية كيف يمكنك إيداع أو إنشاء الـ XML الخاص بك حتى تتمكن من إيداعه بشكل صحيح ويحتوي على كل البيانات الوصفية الخاصة بك. هنا على سبيل المثال عندنا مثال لهذا الـ XML بيحتوي على مجموعة من الروابط، عندنا اسم الدورية بشكل كامل، عندنا الاسم المختصر للدورية، عندنا الرقم الـ ISSN، عندنا التفاصيل أو التواريخ النشر، عندنا رقم المجلد، عندنا رقم العدد، فكل هذه المعلومات أو البيانات الوصفية تكون متضمنة داخل الـ XML. الإخوة الذين يعملون في مجال الدعم الفني على دراية بشكل كامل بكيفية إعداد هذه الملفات. الطريقة الأخرى هي عن استخدام الويب ديبوزيت فورم، وهي عبارة عن منصة سهلة جدا يمكن استخدامها، تقوم بإيداع بشكل يدوي اسم المقالة، الابريفيشن الخاص بها، الرابط الخاص بها، أرقام الـ ISSN، رقم المجلد إلى آخره من بقية المعلومات الخاصة بالبيانات الوصفية. في حالة النجاح بتحصل بيتم إرسال رسالة نجاح إلى الإيميل أو البريد الإلكتروني المسجل لدى المؤسسة. في حالة الإخفاق أيضا بيتم إشعارك بأنه لم يتم تسجيل محتواك للأسف. الـ OJS أو الـ Crossref Integration ما بين Open Journal System أو نظام المجلات المفتوحة هو أحد الأنظمة التي تستخدم بكثرة بالذات في الدوريات في منطقتنا العربية. بداية من الإصدار OGS 3.1.2 تم إنشاء مجموعة من البلاجنز، الإخوة الذين يعملون أو يعملون على نظام الدوريات الوصول الحر Open Journal System على دراية أن بنظام البلاجنز الذي يمكنهم أن يستخدموه في تسجيل المحتوى، يوجد الآن 3 بلاجنز مختلفة، الأولى هي ربط المراجع، الثانية مرتبطة بمعلومات التمويل، والثالثة مرتبطة بخدمة فحص التشابه. هذه صورة من النظام الخاص بOpen Journal System، ويمكنك بكل سهولة الضغط على هذه البلاجن وتقوم بعمل Import and Export للديتا الخاصة بك، بتنقلك إلى هذه الصفحة التي مطلوب منك كناشر أو من الشخص المسؤول في فريق الدعم الفني أن يقوم بملء هذه المجالات، الديبوزيتور نيم، الديبوزيتور إيميل، وتقوم بإدخال اليوزر نيم والباسورد الخاص بحسابك مع مؤسسة كروسريف. عملية السيت اب ليها عملية مبسطة جدا، والإخوة اللي في الدعم الفني أكيد على دراية بهذه المعلومات. من الجدير بالذكر أيضا الملاحظة أن عند استخدام هذه البلاجن المتوفرة في الـ OGS عملية الإيداع للمعرفات بعد النشر ليست فورية، فينبغي عليك أيضا أن تقوم بالمتابعة بعد يوم أو اثنين أنه تمت عملية الإيداع، لأنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى يتم
تفعيلها. في بعض الأحيان عند قيامك بأي عمل، أي تحديثات في المحتوى، يجب عليك إيداع هذه التحديثات بشكل يدوي، لأن البلاجين لا تقوم بعمل أي تحديثات بعد عمل أي تحديثات في المحتوى. على سبيل المثال، قمت بتغيير سنة النشر أو كان هناك خطأ في اسم المؤلف فقمت بإحداث التغيير، ينبغي عليك أن تقوم بعملية الإيداع، ولكن هذه المرة بشكل يدوي. في حالة الفشل هناك فيلير ريبورت بيظهر من خلال الضغط عليه، بيوضح لك المشكلة التي حدثت. هذه أيضا أحد الطرق، أجدد الطرق التي استحدثتها مؤسسة كروسريف لإيداع وتسجيل المحتوى هي خدمة جديدة اسمها ميتا ديتا مانجر، متوفرة على هذا الرابط www.crossref.org/meta-data-manager. من خلال هذا الرابط يمكنك أن تقوم بالدخول إليه من خلال اليوزر نيم والباسورد الخاصين بك من المؤسسة، وبكل سهولة جدا تقوم بإنشاء نيو بابليكيشن، تقوم بإنشاء الفول تايتل الخاص بالدورية أو المجلة الخاص بك، وإدخال بقية التفاصيل، رقم ISSN أو ISBN، كل هذه التفاصيل، وبعد ذلك تقوم بإضافة مقالة بمقالة. البلاتفورم أنا استخدمتها شخصيا وجدتها سلسة جدا، ويمكن الوصول لها والتعامل معها بكل سهولة وغير مطلوب على يعني خبرة فنية بشكل كبير، مثل الطريقة الأولى التي تحدثنا عنها وهي إيداع XML. في هذه الطريقة المبسطة بيكون أمامك ويب فورم بتقوم بملء كل البيانات فيها، على سبيل المثال عنوان المقالة، الارتكل دو اي تقوم بكتابته بشكل مانيوال في هذه الحالة، الارتكل يو ار ال او هذا هو الرابط الذي سيقوم المعرف الدو اي بالريدايركت أو الإحالة إليه عند الضغط عليه، تقوم بإدخال أيضا بقية التفاصيل المرتبطة بالتواريخ الخاصة بالمقالات التي تنشرها. وأيضا الجديد والمميز في هذه المنصة الميتا ديتا مانجر أنها تذهب بأكثر من البيانات الوصفية أو تساعدك كالنشر على تحسين جودة البيانات الوصفية عن طريق أنها تحتوي على بوكسز أو أماكن يمكنك أن تكتب فيها الكونتريبيوتر أو أسماء المؤلفين، يمكنك أيضا كناشر أن تضم معلومات عن التمويل، يمكنك أن تلحق معلومات الترخيص أو اللايسنس انفورميشن الخاصة بك، يمكنك أيضا أن تقوم بإضافة قوائم المراجع related items أيضا أو cross mark. في حالة وجود أي معلومات إضافية يمكنك كناشر بكل سهولة أو كمحرر لمجلة أن تقوم بإضافتها من خلال ميتا ديتا مانجر. فهي كوسيلة أنا بشجع كل الناشرين هم يستخدمونها، أنها بتساعدك في تحسين جودة البيانات الوصفية الخاصة بك، وبعد عملية النشر بنقدر يظهر لك بكل سهولة وبشكل واضح جدا عدد المقالات التي تم موافقة عليها بدون أي مشاكل فنية. وفي حالة وجود أي مشاكل فنية ممكن تظهر، وتستطيع من خلال الريبورتس أو التقارير الاطلاع على كل المقالات التي قمت بعملية الإيداع لها. دائما مؤسسة كروسريف بتنصح أن تكون البيانات الوصفية دقيقة ومكتملة ومحدثة، دائما محدثة باستمرار. وفي حالة قمت بعمل أي تحديثات يجب عليك أن تطلع المؤسسة على هذه التحديثات عن طريق إيداع نسخة جديدة من المعرفات بالبيانات متضمنة البيانات الوصفية الجديدة. هنتطرق الآن لموضوع تحديث وإضافة بيانات وصفية إضافية. طبعا الأسباب اللي بتخلينا نحدث البيانات الوصفية للميتا ديتا للببلش دو كونتنت او للمحتوى المنشور هو تصحيح اي خطا حدث في هذه البيانات، مثل خطا في اسم المؤلف او عنوان المؤلف. في حاله وجود اضافه المزيد من البيانات الوصفيه ايضا الى سجل موجود زي معرفات اوركيد ايديز لما ظهرت هذه المبادره من 5 سنوات، فبدا الجميع الناشرين بتحديث الباك فايلز وانضمام واضافه اوركيد ايديز. في حاله تحديث عناوين المواقع التي مراد URL في حالة انتقال الناشر أو المجلة من منصة إلى منصة أخرى وتغير الروابط الإلكترونية. طبعا حضراتكم أكيد عارفين هناك ملايين الأبحاث التي تنشر كل عام، والتراكم في هذه الأبحاث يشجعنا على تحسين البيانات الوصفية التي نقوم للمحتوى الذي نقوم بنشره حتى يسهل من الوصول إليها. ماذا لو تغير شيء ما من أي بياناتك الوصفية؟ تغيير أو تصحيح البيانات الوصفية، على سبيل المثال إذا قمت بإدخال اسم مؤلف بشكل غير صحيح، أو كان هناك حاجة إلى تغيير الـ URL أو الرابط الإلكتروني الخاص بالمنشور الخاص بك كان على موقع معين، وبعد 5 أو 6 سنوات أردت أن تنقله إلى منصة أخرى، ينبغي عليك تغيير فقط هذا الرابط.
لا تعد تعيين معرف رقيم معرف رقمي جديد. هذه نصيحة دائما بتقدمها المؤسسة، أنه لا توجد رسوم على الإطلاق لتحديث المعرفات الخاصة بالدو آيز. ففي حالة رغبتك في تعيين أو تحديث البيانات الوصفية، لا داعي أن تقوم بإصدار معرف جديد لهذه المقالة. كل ما عليك هو القيام فقط الذهاب إلى موقع المؤسسة والقيام بإيداع جديد بالبيانات الوصفية المعدلة. تحديد الأخطاء أيضا هو أحد الأشياء المهمة في هذه العملية حتى تتمكن من تحديث بياناتك الوصفية بشكل صحيح. في البداية حتى تتمكن من معرفة ما قمت بإيداعه أو ما جودة المحتوى الذي قمت بإيداعه، يمكنك الذهاب وعمل هذا الاختبار البسيط عن طريق الذهاب إلى هذا الرابط search.crossref.org. هذا الرابط، وتقوم بإدخال المعرف الخاص بك أو الدي واي الخاص بك، ومن هنا تطلع على البيانات المسجلة تحت المقالات أو التي قمت بإيداعها مسبقا. على سبيل المثال، في هذا المثال معنا نرى أن الارتكل تايتل مذكورة بشكل واضح، وعندنا أيضا الجورنال ارتكل، نوعية هذه المقالة، وعندنا تاريخ النشر 2012، وعندنا اسم الدورية مكتوب بشكل واضح، وعندنا رقم المجلد، وعندنا رقم العدد، وعندنا أيضا عدد الصفحات. فكل هذه أشياء مذكورة بشكل واضح في الميتاديتا أو تحت الميتاديتا الخاصة بهذا الدي واي. لو أنك تقوم باستخدام البرنامج الذي تحدثنا عنه منذ قليل، الميتاديتا مانجر، فهو يساعدك بشكل واضح على استخدام أو الريكوايرد انفورميشن، تطلع على أي أخطاء أو في حالة حدوث أي معلومات ناقصة، سيقوم البرنامج أو الميتاديتا مانجر بإظهار رسالة ليك تشجعك على انضمام كل أو إضافة كل هذه المعلومات. تقارير التضارب أو الكونفليكت ريبورتس الخاصة، تقارير التضارب أو الكونفليكت ريبورت تتضمن تقارير معلومات حول التعرضات التي تم إنشاؤها بواسطة الأعضاء. يتشارك سجلين أو أكثر من سجلات البيانات الوصفية نفس البيانات الوصفية أو ما شابهها لذلك. وأيضا هذه النزاعات تحدث بين البيانات الوصفية لأنها تكون غير كافية للتمييز بين عنصرين، أو في بعض الأحيان ممكن سجل أو مقالتين بشكل مقالتين منشورين مثلا يحتوي على بيانات نفس البيانات الوصفية، ولكن DOIs two different DOIs أو معرفين مختلفين، فهذا يؤدي إلى حدوث مشاكل في هذه السجلات. resolving هذا الكونفليكت الذي حدث، عندنا مجموعة من الثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول أنه قد تم عن طريق الخطأ تقديم نفس البيانات الوصفية لعنصرين مختلفين، وفي هذه الحالة يحتوي أحد المعرفات على بيانات وصفية غير صحيحة. إذا قمت بتحديث الإيداع وإرساله مرة أخرى فسيتم حل هذا التعارض. السيناريو الثاني، قد قمت بتعيين اثنين من المعرفات لنفس عنصر المحتوى، في هذه الحالة يمكن عرض حل التعارض عن طريق تعيين أحد المعرفات باعتباره أساسي والآخر ثانوي. السيناريو الثالث، يشير المعرفان الاثنان إلى عناصر محتوى مختلفة لكن بيانات التعريف الخاصة بهما متشابهة، وهذا يحدث بشكل نادر جدا في حالة وجود تشابه كبير في البيانات الوصفية للمقالتين أو العنصرين المختلفين، وفي هذه الحالة بننصح بأن تسجيل المزيد من البيانات الوصفية للتمييز ما بين العنصرين وإزالة التعارض. Resolution Reports، يتم إرسال التقارير عبر البريد الإلكتروني في بداية كل شهر لكل عضو في المؤسسة. عندما ينقر الباحث على رابط المعرف لمقالة ما فإنه يعتبر حل واحد. هذه التقارير بتوضح لك كم عدد النقرات التي حدثت للروابط أو المعرفات التي تقوم بإصدارها، وهناك تقارير ترسل لكل بادئة، ومن المفترض أن كل ناشر عنده بادئة أو أكثر في حال الطلب وأكثر من بادئة. في حالة وجود العديد من الفيلير أو الفيلير كليكس فلا تقلق، لأن ممكن تم توزيع هذه المعرفات قبل أن يتم الإيداع الحقيقي لها، فبيظهر كأنها حصلت عملية فيلير. لماذا هذه التقارير مهمة؟ لأنها من المهم جدا أن تتأكد من تسجيل المحتوى الخاص بك بشكل صحيح، وأيضا توفر لك الاطلاع على كيفية تسجيل المحتوى والتقاط أي أخطاء، وينبغي أيضا توفر لك التأكد من أن الشخص المناسب في مؤسستك يحصل عليها. في حالة وجود أي تعديل يمكنك التواصل مع الإيميل الموضح أمامكم على الشاشة. الشق الأخير هو تحرير أو تعديل البيانات الوصفية الخاصة بك. تحديث البيانات الوصفية ممكن أن يتم عن طريق الـ OGS في حالة استخدامك ليه، أو عن طريق الـ Web Deposit Form كما تحدثنا عنه، أو عن طريق الميتا ديتا مانجر.
النقطة المهمة هنا ذكرها أنه لا توجد أي رسوم على الإطلاق من قبل مؤسسة كروس ريف لتحديث البيانات الوصفية. يمكنك عن طريق استخدام ميتا ديتا مانجر تول أن تقوم بعمل إمبورت أو استيراد لكل هذه المحتوى التي قمت بنشره وتعديله على سبيل المثال في حالة وجود أي خطأ في الارتكل تايتل. يمكنك بكل بساطة شديدة جدا تعديل الارتكل تايتل، تعديل التواريخ، تعديل الابستراكت بكل سهولة على الإطلاق عن طريق استخدام الميتا ديتا مانجر. أكرر crossref.org/meta-data-manager. أرشح هذه الأداة لتسجيل الاستخدام وتسجيل المحتوى. في النهاية ده كان عرض سريع ومبسط جدا لخدمة تسجيل المحتوى مع مؤسسة كروس ريف. في حالة وجود أي استفسارات مفضلة دايما فريق الدعم الفني الخاص بالمؤسسة موجود. هذه ايضا بعض الروابط المهمه اللي امام حضراتكم في كروس ريف كليكرام. كليكرام ده عليه مواد تعليميه او education crossref.org/education. في بعض المواد التعليميه المهمه جدا والتي تتطرق الخطوه بخطوه كيف يمكنك تسجيل المحتوى. في يوجد ايضا الايميل support@crossref.org يمكنك استخدامه لتسجيل المحتوى. يوجد ايضا منصه community forum الخاصه او المتوفره من مؤسسه كروس ريف community.crossref.org يمكنك استخدامها. وايضا هذا الرابط الاخير لبعض الويبينارز او الندوات التي قمنا بطرحها في الفترة الأخيرة باللغة العربية، وأيضا يوجد ويبينارز باللغة الإنجليزية للإخوة الذين يحبوا الاطلاع عليها يمكنكم استخدامها بشكل مبسط. إن شاء الله في الربع ساعة القادمة هنفتحها لكل أسئلة. لو في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار أنا ممكن أستخدم بكل بساطة الـ Q&A بوكس المتواجد أمامكم، لأن هذا الـ Q&A بوكس هيسهل عملية الوصول للأسئلة. فممكن نبدأ إن شاء الله نتلقى أي أسئلة أو أي استفسارات من خلال الـ Q&A box. وشكرا جزيلا لحضراتكم. اوكي سو يعني انا شايف مجموعه من الاسئله، حوالي 7 اسئله امامي الان، فان شاء الله نبدا في الرد عليها. هل يجب عمل ترانسفير بعد الاستاذ محمد مطوق؟ هل يجب عمل ترانسفير بعد وضع الاوراق العلميه ام يتم ذلك تلقائيا؟ استاذ محمد لو حضرتك بتتكلم على بعد عمليه النشر وقمت بتغيير اليو ار ال من مجله من موقع الى اخر، لا حضرتك لازم تقوم بعمل ذلك بشكل مانيوال وتقوم بعمليه الايداع مره اخرى. الاستاذه ناديه بتسال هل يجري وضع الداتا يدويا؟ طبعا عن طريق في على حسب الاداه او الوسيله اللي حضرتك هتستخدميها. في حاله استخدام الأداة الخاصه بميتا ديتا مانجر تول حضرتك هتضطري ان انت تدخلي البيانات بشكل مانيوال، اسم المقالة، اسم المؤلف، فكل هذه البيانات سيتم إدخالها بشكل مانيوال. حضرتك لو هتستخدمي الشق الأدفانسد أو الشق الخاص بالXML فحضرتك في الحالة دي لن يكون هناك أي شق مانيوال. حضرتك بتكتبي أو البرنامج اللي حضرتك بتستخدميه بيقوم بإنتاج هذا الXML وتقومي بإيداعه، وبعد ذلك تتم عملية التسجيل بشكل مبسط. هل يمكن استخدام رقم كروس ريف لأكثر من مجلة؟ لو حضرتك بتتكلم على البريفكس اللي احنا كنا بنتكلم عليه، هذا البريفكس نعم يمكن استخدامه لأكثر من دورية بشكل مستمر ولا توجد أي مشاكل في هذا الشق. كيف تتم عملية التسجيل على كروس ريف؟ حضرتك لو بتتكلم في مجلة البحوث والدراسات النفطية أنا مش واضح السؤال بالنسبة لي، هل هو عملية التسجيل تقصد بها تسجيل المحتوى أو الحصول على عضوية من مؤسسة كروس ريف؟ حسب ما هو مذكور، الأستاذ أحمد بيسأل، حسب ما هو مذكور على موقع ريسيرش جيت يذكر أن قائمة المجلات لديهم تعتمد على كروس ريف، هل من الممكن توضيح ذلك؟ طبعا أستاذ أحمد، موقع ريسيرش جيت يقصد في هذه الحالة أنه يقوم بإصدار DOIs لكل المقالات التي يستضيفها على المنصة الخاصة به، فهو فقط يقوم بإصدار DOIs أخرى لهذه المقالات التي يقوم باستضافتها على المنصة الخاصة بها. هل يمكن تعديل رقم DOI بعد إنشاء اللاحقة لمحتوى معين؟ نعم، في ما دمت لم تقوم بعملية الإيداع أستاذ حسام. So as long as your deposit process
لم تبدأ أو لم تقم بعملية الإيداع لهذا، يمكنك أن تغير الشق اللاحق بأي شكل، ممكن أن تضم الارتكل اي دي أو المجال الابريفيشن، ممكن تقوم سنة النشر مع الابريفيشن، هناك صور مختلفة زي ما استعرضناها، بس ما دمت لم تقم بعملية الإيداع للديو اي يمكنك أن تغير اللاحقة بأي شكل. الأستاذ تامر بيسأل: أنا دار نشر وحصلت على رقم كروس ريف، هل يمكن أن أستخدم الرقم الأساسي ومن ثم ترميز حسب المجلة؟ استخدام رقم المجلة الرقم الأساسي ومن ثم ترميز، نعم، ولكن أيضا ستحتاج، يعني على سبيل المثال المجلة الترميز الخاص بها هو جي بي بي، فعند حضرتك الشق الموفر من كروس ريف رقم كروس ريف سلاش جي بي بي، بس حضرتك نشرت أول مقالة وثاني مقالة وثالث مقالة، فمحتاج تميز ما بينهم، فممكن جي بي بي 1 جي بي بي 2 جي بي بي 3، فده على سبيل المثال، فهتحتاج في رقم الترميز يعني أو الشق الخاص بك ليس فقط ترميز المجلة ولكن معلومات أخرى حتى تستطيع إيداع أكثر من مقالة أو من عمل منشور. قبل عملية النشر للتسئيل، لأنه واضح أن مجموعة من الأسئلة متركزة على تعديل الدو أي، قبل عملية النشر أو قبل عملية الإيداع يمكنك بكل سهولة أن تقوم بتغيير تغيير الشق الخاص بك. بعد عملية الإيداع يصبح من المستحيل تغيير الدي او اي. كيف يتم الحصول على الدي او اي؟ عن طريق التواصل مع مؤسسة كروس ريف والاهتمام بالعضوية، وإن شاء الله الإخوة بيتواصلوا معك. Just Vanessa, I have a very quick question. So if a new member would like to join or to express his interest, so he should contact support at crossref. .org, or there is another email for that? There is another email for that. There is actually an application form on the Crossref website to join. So if you go to the Crossref website and there is become a member, there is a sort of application form there. Can you add a link for that? Yes, I will. Which question was that? Sorry. So how to get like a membership or do mm-hmm. I will put it, I'll put the answer in the chat. I'm not sure okay, which who asked the question. So I'll just put it in the chat to everyone. Okay. I can do that, Vanessa. I answered a similar question moments ago. So I'll put that in the chat now. Thank you. Thanks, Paul. So, بالنسبة للسؤال الأخ من مجلة البحوث والدراسات النفطية، إن شاء الله يكون في رابط أو لينك في الشات هيقوم بالإجابة على، يعني حضرتك المفروض تجو ثرو هذه الابليكيشن فورم وتقوم بملء البيانات، عن طريق ملء هذه البيانات إن شاء الله يقوم بالتواصل معك وتسهيل عملية حصولك على محتوى. How to add a UI for each information. لو حضرتك بتستخدمي الأستاذة نادية، لو حضرتك بتستخدمي نظام OGS زي ما شرحنا، الـ OGS في بلجن مخصصة أو تم تطويرها بالتعاون بين الـ BKB وكروس ريف، هذه البلجن تسهل بشكل تام إيداع المحتوى عن طريق الـ UIs، يعني حتى كان في 2 سكرين شوتس بيشرحوا هذا الموضوع، فلو حضرتك ذهبت إلى الشق الخاص كروس ريف بلجنز، المفروض يكون في تحت هذا السكشن سكشن خاص بكروس ريف او الدي او اي ديبوزيت، يعني لو حضرتك اطلعتي عليها هيكون موجود تحت السكشن البلجنز. اذا ممكن كيفيه الحصول على العضويه وخطوات التسجيل، يعني خطوات التسجيل والعضويه فانيسا ارسلت على الشات بوكس، ارسلت هذا الرابط اللي حضراتكم ممكن أي حد مهتم بالعضوية بعضوية المؤسسة ممكن يستخدمه، يعني حضرتك لو ترجع للتشات بوكس أستاذ شتا خليل ممكن حضرتك تطلع عليه. Is it sufficient to add one do I? أعتقد ما فيش أي مشكلة أستاذة نادية في إضافة do I for the whole proceeding، ولكن
يعني الخدمة أفضل لاستكشاف المحتوى بشكل أفضل. كلما حضرتك تخصصي دي واي لكل أبستراكت أو لكل مقالة ده بيكون أفضل وبيساعد على اكتشاف المحتوى بشكل أفضل. يعني أهدي لحضرتك مثال، لو حضرتك محتاجة مثلا، أنا قارئ وبطلع على بحث موجود أو أبستراكت موجود داخل هذه الكونفرنس بروسيدينج بشكل كامل، وأحب أشارك هذا الملخص فقط أو هذه الكونفرنس بيبر فقط مع زميل آخر، فأنا بقوم فقط بإرسال الدواي الخاص بهذه المقالة فضلا عن ان انا اقوم بارسال دو اي لكل الكونفرنس بروسيدنج، والطرف الاخر يقوم بالبحث عن المقاله التي هو يريد الاهتمام بها. يعني يا ريت يكون الاجابه بشكل شكلها واضح، بس انا رايي ان تخصيص دي اي لكل مقاله او لكل ملخص بيكون افضل. استاذ سعود، هل يمكن استخدام نفس رقم كروس ريفر الرسائل الجامعيه والمجلات العلميه في نفس المؤسسه؟ نعم يمكن، ولكن في حالة رغبة المؤسسة نفسها، على سبيل المثال المؤسسة تريد استخدام رقم معين للدوريات ورقم معين لرسائل الماجستير والدكتوراه، هذا أيضا ممكن، ولكن من الناحية التقنية يمكن استخدام نفس الرقم. أستاذ عبد الوهاب، عملت تسجيل محتوى باستخدام الميتا ديتا مانجر منذ شهر وإلى اليوم لم يتم قبولها. أستاذ عبد الوهاب، أعتقد هناك شق خاص للإيرورز أو للتراكينج الإيرورز تكلمنا عنه في السلايد، إن عن طريق الميتا ديتا مانجر بيجي لك إيه الإيرور، يعني بتظهر رسالة إيه المشكلة. ممكن حضرتك تراجع، ممكن تكون الأيسس إن نمبر مش مكتمل، ممكن تكون حضرتك مدخلتش أحد الأركان الأساسية أو حددت الدي أو آي. فلو حضرتك رجعت للميتا ديتا مانجر في ذي إيرور مسج أو فيلير ريبورت بيظهر، حضرتك تقدر تطلع من خلاله على إيه المشكلة اللي متواجهة حضرتك في التسئيل. أستاذ محمد، I think you skipped my question. والله أنا مش ظاهر لي سؤال، وحضرتك تكتبه تاني إن شاء الله بطلع عليه وأجاوب عليه الآن بإذن الله. الأستاذ عمار، كيف نستطيع الحصول على شهادة مشاركة بهذه الندوة؟ أي حد مهتم بسيرتيفيكت ممكن يتواصل على التشات بوكس الآن مع فانيسا ويكتب إن هو مهتم بحصول على شهادة، أو في الفولو أب إيميل ممكن يعمل ريبلاي على الإيميل ويطلب شهادة، وإن شاء الله المؤسسة بتتواصل معه بشهادة معتمدة منهم. أستاذ محمد، يعني أعتقد أنا أستطيع أن أرى سؤالك الآن. Jordanian Journal of Engineering and Chemical Industry، تمام، بس أنا مش فاهم السؤال المرتبط بال Jordanian Journal of Engineering and Chemical Industry. هل في أي مشاكل في تسجيل المحتوى اللي حضرتك بتواجهها في الدورية دي؟ يعني الدورية دي في أي مشاكل في تسجيل المحتوى الدوائز الخاصة بها؟ أستاذ مجتبى، هل هنالك دي او اي لموقع المجلة؟ هذا سؤال مهم. ممكن إصدار دي او اي لموقع المجلة، ولكن يعني اعطيني فرصة أتحقق من يعني من الشق الفني أظن، بس يعني أنا ما شفتوش كبراكتس موجود، بس خلينا أتحقق. فانيسا، Hello. Sorry. Yes. No worries. I just one of the attendees is asking if they can issue a DOI for the journal homepage or the whole journal homepage, and then they can have DOIs per article level. This is fine. But what about journal homepage? Paul, do you know what that is? Yeah. You would just use. It's called a journal level DOI. So that would be the DOI that resolves directly to the journal landing page. Okay, and this is a common practice to issue like a journal level DOI. Some members. Because I didn't see that practice, so I'm not sure if it's like. Yeah, some members would choose to use a journal level DOI. It's not a necessity. It's not something that all of our members do, as it's mainly the articles that will be cited. But yes, some members, if you use Metadata Manager, you will need to use a journal level DOI as well. That's something that's required as part of Metadata Manager tool. Okay. So Paul, thanks Paul. So Paul بي يعني يخبرنا إن في حالة يمكن بشكل من ناحية التقنية يمكنك استخدام DOI للمجلة. في بعض الناشرين بيقوموا بهذا
بإصدار الدو آي للمجلة ويسمى في هذه الحالة جورنال دو آي. فمن الشق التقني ما فيش أي مشاكل، يمكن استخراجه بسهولة. أستاذ أحمد ديوان، لدينا بحوث قديمة، هل يؤثر إذا أعطيناها رقم دو آي أو لا؟ طبعا ما فيش أي مشاكل أستاذ أحمد ديوان أن تقوم بإعطائها، بل بالعكس يعني ده سلوك ممتاز لو حضرتك استرجعت الباك فايلز وقمت بإصدار دو آي ليها، لأن بيحاول بيساهم في الحفاظ عليها ومشاركتها بشكل أسهل. يعني حضرتك تتخيل معايا، أنا موقع الدورية الخاص بيك عند حضرتك أبحاث مثلا منشورة من 20 سنة مثلا، وعن الوسيله الوحيده حاليا هو حضرتك بتاخد كوبي لليو ار ال الخاص بموقع الدوريه وارساله. لا، في حاله اصدار دي واي حضرتك بتقوم بايداع البيانات الوصفيه مع المؤسسه وتقوم باصدار المعرف الخاص بكل مقاله حتى لو تم نشرها من 20 سنه، وتقوم بمشاركته مع اي شخص مهتم، فده بيسهل الوصول لي ايضا. أستاذ أحمد السلطاني، الـ Cross-Ref Metadata API. So أنا أعتقد هسأل السؤال ده للأخ بول من الدعم الفني. بول، there is a question about more details or clarification about Cross-Ref Metadata API. So it would be great if you can clarify this point. We do have couple of APIs that you can use to retrieve metadata. We have the XML API, which is which you can use to search against the metadata of individual DOIs. And then we have the REST API. And the REST API, you can search on all of the DOIs under a certain title or under a certain prefix, or indeed at member level as well. I can pop some URLs into the chat for the REST API that has all the documentation on that. I hope that's okay. Is that okay? That would be great. Thanks, Paul. So في الرابط الخاص بالتشات هيقوم الأخ بول بإيداع مجموعة من الروابط الخاصة بالـ APIs التي تقدمها المؤسسة. نعم أستاذ مجتبى، هذه الورشة مسجلة وسيتم إرسال بعد إن شاء الله في الفولو أب إيميل، سيتم إرسال رابط الريكوردينج الخاص بهذه الورشة حتى يمكن الاطلاع عليها. أيضا هذه السلايدز هتكون متاحة لكم للاطلاع عليها. لو حضراتكم مهتمين بأي، لأن يعني الوقت قرب على الانتهاء، معنا حوالي 3 دقائق، أي وسائل يعني أي خدمات أخرى تحبوا نحن نعمل عنها ويبينارز في الفترة المقبلة، زي السيميلاريتي تشيك ما تكلمناش عنها، أو خدمة فحص التشابه، أو أي خدمات أخرى متقدمها مؤسسة كروسريف وأنتم كأعضاء أو ممكن أن تصبحوا أعضاء في المستقبل حريصين على معلومات عنها، ممكن تكتبوا اسمها في الشات بوكس. أستاذ أحمد يقول بحوث قديمة منشورة، عندما أردنا تسجيل معلومة لا نعرف هل تستحق أن تأخذ رقم؟ نعم أستاذ أحمد، الأبحاث كروسريف لن تقوم بتقييم المحتوى أو جودة المحتوى على الإطلاق من الشق الأكاديمي. البحوث القديمة أو الجديدة من حقها تماما أن تحدث على رقم، ما فيش أي مشاكل. أستاذة نادية، لو حضرتك مهتمة بالسيرتيفيكت ممكن حضرتك تتواصلي مع فانيسا في الشات بوكس وتطلبي سيرتيفيكت أو في الفولو أب إيميل. ما فيش اي علاقه ما بين كروسريف وسكوبس استاذ احمد ديوان، يعني هو الشق يعني تعتبر اندستري بيست براكتسز او ممارسات مفضله في صناعه النشر لو حضرتك بتستخدم كروسريف دوايز، ولكن لا يوجد اي علاقه على الاطلاق ان مثلا حضرتك بتستخدم دوايز فهذا بيزود فرص انضمامك لسكوبس. ما فيش اي شق، لان سكوبس بيقيم المحتوى من الناحيه جوده المحتوى بشكل علمي او اكاديمي. أعتقد أستاذة نادية، لو حضرتك استخدمتي البلاجين الخاصة بالكروسريف في هذه الحالة لن يكون هناك داعي لنقل البيانات بشكل مانيول، لأن هناك أوبشن الأوتوماتيك ديبوزيت في الأو جي إس.
هل تم حل الإشكال السابق في الموجود في الميتا داتا مانجر بيتا؟ أعتقد تم حل هذه المشكلة، والإصدار الحالي من ميتا داتا مانجر هو إصدار مستقر ولا يوجد فيه أي مشاكل. يرجى إرسال محتوى الندوة على الإيميل. محتوى الندوة سواء الريكوردينج أو السلايدز سيتم إن شاء الله إرسالها في الفولو أب إيميل. أستاذ محمد بيتحدث عن أنهم قاموا بتحديث الـ URL. حضرتك في حالة في هذه الحالة عشان قمت بتغيير الرابط أو الـ URL الخاص بكل دورية، ممكن حضرتك تعمل bulk deposit لهذه المقالات الجديدة بالمواقع الجديدة وتقوم بإلحة عن طريق إلحة في dy.crossref.org. مجلة البحوث والدراسات النفطية، هل هناك معايير معينة للبحوث الذي يتم دعين؟ لا يوجد أي معايير على الإطلاق من ناحية الجودة الأكاديمية. كروسريف هي مؤسسة مستقلة ولا تقوم بالاطلاع أو بالتحقق من الجودة الأكاديمية. هي مؤسسة كل دورها تسهيل البنية التحتية للمجلات والدوريات العلمية المشتغلة في صناعة النشر الأكاديمي، ولا تقوم بأي تقييم للمحتوى على الإطلاق. معظم بحوثنا محلية ومعظم الباحثين عراقيين. يعني هذا الشق مرتبط بسكوبس وليس مرتبط بكروسريف أستاذ أحمد. شكرا جزيلا أستاذ محمد، تحت أمرك إن شاء الله. أستاذ طارق، أحب أنبه أن شهادات الحضور لن يتم إرسالها بشكل أوتوماتيك في الفولو أب إيميل. حضرتك لو محتاج request certificate from Vanessa وإن شاء الله she will help إن شاء الله. Thank you very much, Mohammed. I think we can close the webinar here. If we've not answered anyone's questions, because there were many, many questions, we will answer these offline. And we will send the Q&A transcript along with the slides and the recording by email, hopefully by the end of the week. Sure, well noted. Thanks, Vanessa. Thanks, Paul. إن شاء الله هنقوم بنهاء الويبينار الآن. في حالة وجود أي أسئلة إن شاء الله سيتم الإجابة عنها بشكل أوفلاين، وسيتم إرسالها في خلال الفولو أب إيميل مع الريكوردينج أو السلايدز أيضا إن شاء الله سيتم إرسالها في الفولو أب إيميل. خصوص السيرتيفيكت، عندما يرسل إليك الفول أب إيميل ممكن أن تطلب سيرتيفيكت. فيعني إن شاء الله ننهي هذا الويبينار الآن، وفي اللقاء إن شاء الله في ويبينارات أو حلقات نقاش قادمة أخرى إن شاء الله مع مؤسسة كروسريف. شكرا جزيلا. Thank you everyone. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you everyone for joining today. Thank you. Goodbye.